معنا على تليفون للتعليق معالي السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. مساء الخير معالي السفير، برحب بحضرتك يا فندم. أهلا أهلا أستاذ لو. أهلا أهلا وسهلا بسيادتك معالي السفير. يعني شايف إزاي الزيارة دي، أهميتها في توقيتها، الملفات كمان اللي اتناقشت فيها؟ حقيقة زيارة هامة، يعني في توقيت تحتاج فيه مصر مع الدول الأوروبية للتشاور والتنسيق حول عدد من القضايا الدولية الهامة، على رأسها طبعا الملف الروسي الأوكراني والحرب الممتدة لعامين على الأراضي الأوروبية، والاستماع أيضا لتقييم رئيسة وزراء الدنمارك لهذا المشهد وتداعياته. الأمر الآخر يتعلق بقضايا دولية وقضايا ثنائية هامة، وربما يعني كان الأبرز فيها قضايا حقوق الإنسان التي تناولها السيد الرئيس بشكل واضح وصريح في التعامل مع الحكومات الأوروبية عموما، أن النهوض بمقدرات الإنسان المصري وإتاحة فرص حياة كريمة له هي أساس بمواجهة هذا الملف وشرحه للشركاء الأوروبيين. كذلك ملف الهجرة غير الشرعية هو محل اهتمام مستمر من القادة الأوروبيين والدول الأوروبية المختلفة، ولمصر أن تباهي كما ذكر السيد الرئيس أنه لم تخرج من مصر يعني مركب هجرة غير شرعية واحد منذ عام 2016، ونتعامل مع هذا الملف بكل اهتمام، سواء كان الأمر يتعلق بالجزئية الأمنية أو التعامل الأمني مع هذا الملف أو التشريعي خلال ما صدر من تشريعات في هذا الإطار. ومصر كدولة معبر هي أيضا حريصة على فرض إرادتها على هذا الملف، وكذلك تدعو العالم لتبني استراتيجية واضحة لتوطين الاستثمارات في البلدان الإفريقية حتى لا يلجأ الأشقاء في القارة بعد معاناتهم إلى اللجوء إلى أوروبا. وبالتالي توطين الاستثمارات هو المدخل الذي يتبناه دوما السيد الرئيس، وكذلك يدعو اليوم إلى العمل المشترك من أجل حل نزاعات البلدان الإفريقية وغيرها، لأن هذه النزاعات هي المصدر الرئيسي لخروج أبناء القارة وعدد من الدول في منطقتنا إلى الخارج. طبعا الملف الأهم أعتقد أيضا الذي يسعى السيد الرئيس دوما لمناقشته مع شركائنا الدوليين هو ملف سد النهضة، والتأكيد على أن مصر مع التنمية في إثيوبيا بل قدمت يعني عروضا في هذا الشأن، ولكن بعد 10 سنوات من المفاوضات الممتدة مع الجانب الإثيوبي أظن السيد الرئيس يدعو بشكل صريح وتتفق معه رئيسة الوزراء الدنماركية على أهمية التوصل باتفاق قانوني ملزم يتيح لإثيوبيا التنمية ويحافظ على حقوق مصر التاريخية والمكتسبة في مياه النيل. أعتقد الملف الثنائي شديد الأهمية مع دولة مثل الدنمارك لها باع طويل في التكنولوجيات الجديدة والمتجددة في مجال الطاقة، وهناك اتفاق تعاون استراتيجي امتد من 2023 ل 2025 ووقعه السيد وزير الكهرباء مع السفير الدنماركي في حضور رئيس الوزراء ورئيسة الوزراء الدنماركية عند استقبال الدكتور مصطفى مدبولي لها اليوم. وأعتقد أن هذا الاتفاق سيمكن مصر والدنمارك للبحث عن الطاقات الجديدة وكذلك الهيدروجين الأخضر وإنشاء يعني منطقة إنتاج هامة لتمويل السفن العابرة على الأراضي المصرية، وأعتقد أن الدنمارك تملك رؤية في مجال النقل البحري هامة ولديها خطط ممتدة لدعم قدرات مصر في هذا المجال. هو أيضا أمر يتصل بحجم تبادل تجاري مرتفع، يعني دايما بنقول أهمية بقى العلاقات السياسية مع دول أوروبية أو غيرها من الدول، ده بينعكس بالإيجاب معالي السفير واحنا بنتكلم على الاقتصاد وعن الاستثمار. طبعا مصر والسيد الرئيس في جولاته الخارجية أو في استقبالاته يقدم مصر أيضا كفرصة استثمارية واعدة، واليوم حث رئيسة وزراء الدنمارك على أننا سنقدم كل التسهيلات لتوطين نشاط الشركات الاستثمارية الدنماركية في مصر، وهو
ما يفعل ذلك دائما. ومصر بالفعل صارت يعني مستقبلة للعديد من الاستثمارات من الدنمارك وغيرها، ويصل ربما حجم التبادل التجاري الآن لقرابة المليار دولار. وأنا أعتقد الاستفادة أيضا من العلاقات الودية اللي بتجمع رئيسة وزراء الدنمارك، عارفة حضرتك هي كانت في زيارة خاصة أسرتها لمصر في يناير الماضي، ويعني احتفي بها في الإطار المراسمي المتوجب، وقدمت لسفيرنا في كوبنهاجن كل الشكر على هذا الاستقبال الحافل وما أحيط به من رعاية. واليوم هي تأتي في إطار رسمي لتتفق على تمديد عقد الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة. وأنا أعتقد أن تبادل الرأي في شأن قضايا المنطقة والقضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا واليمن وسوريا لم يكن بعيدا عن مباحثتها مع السيد الرئيس رئيس الوزراء الدنماركية، أشادت بمكانته ودوره في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. من الجزئية دي يا فندم، يعني عالم ملي في المنطقة، أزمات لسه بنتكلم عنها، عالم معقد مع الأزمة الروسية الأوكرانية، وده هيجرني بقى لتغير كبير ومهم في المنطقة عندنا، وهي طبعا الاتفاق ما بين المملكة العربية السعودية وإيران واستئناف العلاقات. الكلام ده كان يوم الجمعة، ومصر طبعا خرجت ببيان رئاسي، لكن يمكن أنا علقت ساعتها أنه كان في جملة مهمة في هذا البيان، يعني كأنك بتربط استئناف هذه العلاقات باحترام دول الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول والمنطقة، وما يكونش في أطماع وما إلى آخره. ال 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 الخطوة دي يعني ما هيش خطوة وقتية، لكن من ساعتها توالت ردود الأفعال، وحتى هذه اللحظة معالي السفير والتكهنات والسيناريوهات القادمة عن المشهد في المنطقة وفي الإقليم، اتحاد أوروبي والمتحدة الأمريكية وغيره. شايف إزاي هذا المشهد وأهمية هذه الخطوة وما يترتب عليها يا فندم؟ يعني كما وصفتها الرئاسة ووزارة الخارجية، واحد من أهم التطورات الإقليمية، كل ما يحقق أمن واستقرار المنطقة هو في صميم عمل السياسة الخارجية المصرية التي كانت تتطلع دوما لإقليم أكثر استقرارا. التوافق بين المملكة العربية السعودية بأمر محمود وبدبلوماسية صينية رفيعة المستوى قادت المشهد لهذا، وده لوحده تغير ملحوظ يعني في السياسة الصينية بكل تأكيد. وأنا أعتقد أن هناك توافق دولي على تحقيق هذه المصالحة وعودة العلاقات التي سيتبعها يعني العديد من الخطوات لبناء الثقة. وكما ذكرت سيادتك، عدم التدخل في الشأن الداخلي سواء كانت من الدول الإقليمية وعلى رأسها إيران وتركيا هو أمر هام جدا وضروري لتحقيق الاستقرار الإقليمي. ولكن أنا أيضا أرى المشهد مرتبط بإطلاق يعني مفاوضات 5+1 لعودة إيران لأسواق النفط العالمية، وطمأنت المملكة العربية ودول الخليج والمنطقة على أن عودة إيران لسوق النفط العالمي الذي هو حاجة ضرورية للمجتمع الدولي الآن، خاصة مع يعني العقوبات المفروضة على موسكو، سيعيد لسوق النفط العالمي استقراره. وفي نفس الوقت لابد من طمأنة دول الخليج والمملكة العربية السعودية، ولذا أرى أن يعني الدبلوماسية الصينية لم تكن بعيدة عن مرأى واشنطن التي وأوروبا، والتي ترى في عودة إيران لسوق الطاقة العالمي احتياج وضرورة في ظل مقاطعة البترول والغاز الروسي. وأظن أننا سنرى خلال الفترة القليلة القادمة عودة المفاوضات 5+1 في النووي الإيراني، وبما يعود برفع العقوبات عن إيران وعودة أسواق الطاقة للاستقرار بعودة شريك رئيسي وهام وهي إيران إنتاجها من البترول. أعتقد أن كل هذه المؤشرات إذا ما ارتبطت التزام إيراني في ظل هذا الاتفاق الهام الذي أن نستثمره في الدفع بمزيد من التفاهمات تشمل ربما القاهرة والرياض وأنقرة في منظومة التعاون لتعيد الثقة واستقرارها، كما ذكر السيد الرئيس عندما تحدث عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية أن حل النزاعات الإقليمية هو أحد المداخل الرئيسية لمواجهة الهجرة غير الشرعية. فهذا هو تطور هام وبدء الصين في ممارسة دبلوماسية تفاعلية جادة
ومؤثرة في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. يعني ليس بالضرورة يا أستاذة، يعني بمعنى أن لا أعتقد أن الخليج أو المملكة العربية ستقدم على خطوة مثل هذه بدون تنسيق أو التي ارتأت في الدبلوماسية الصينية الأقدر على الحديث مع إيران في ظل الإطار المفروض دبلوماسيا واقتصاديا على روسيا. فبالتالي كان هذا المشهد الإيجابي الذي نأمل أن نعمقه ونعززه، وربما يعني رأينا في بغداد منذ أشهر قليلة العديد من المسؤولين من بلدان المنطقة من بينهم السعودية وإيران والعراق والأردن اجتمعوا معا في بغداد، وبالتالي الطريق ممهد لدبلوماسية مصرية رفيعة المستوى تقود الإقليم إلى الهدوء بقى والاستقرار. نتمنى هذا. نرى يا أستاذة لبنى في أوروبا أزمة واحدة وحرب واحدة تقود أوروبا لهذا الاضطراب، بينما المنطقة عندنا تعج بنحو 5 صراعات قائمة. وأتمنى أن يكون المشهد السعودي الإيراني وعودة إيران لسوق النفط العالمي أحد أدوات التهدئة على الصعيد الدولي. نتمنى هذا إن شاء الله. إن شاء الله. كل الشكر والتحية لحضرتك معالي السفير. شكرا جزيلا معالي السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق.